السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا لرشيدة. عليكم السلام عمي كريبان. حياك الله بنتي. عمي كريبان بغيت كدير ليها واحد الدعوة لوالدة والأمة الإسلامية. يا ربي. والكوثر بنت خويا دارت واحد الحادثة الصغير. الله الله الله. الله بتقرا في الباكا العام سكينة. الله الله الله. يا عمي كريبان اللي كانت العين تقيس مشات بالحار العين والحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب. يا عمي كريبان الله يعطينا على الصبر الله يجعلها من أهل الجنة يا رب. وكيف كيبقات كوثر كيبقى دابا حاليا؟ الله يرحمها عمي كريبان. توفات؟ الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. عمي كريبان وإلا كانوا الناس عمي كريبان يتلاقاو الجنة أنا بغيت نتلاقى معاها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عز بنت خويا بنتي هذيك ماشي بنت خويا. لا اله الا الله. الله يسكم الصبر. لا الله يسكم الصبر. لا حول ولا قوه الا بالله. العين حق. لا بنت خويا توفت بالعين. اياها بنتي اياها. لا حول ولا قوه الا بالله. لا بنت خويا توفت الله عندها 16 عام وكانت بغات تطلع لباك هذا العام تيكين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كل شيء كيشيروا لها الناس كل شيء كينعتوا فيها. لا اله الا الله. اللي شافها كيقول هذه عروسه ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بزاف عمي كريبان انت كنا حاطين عليها الناس بالعين بزاف. لا حول ولا قوه. يا وضرب عمي كريبان الحديجه غير مفكرت ليا الله خرج من ليتي. الله 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 الله. يا عمي كريبان انت كنا جات صديفه مصيفط لها الحديد ولكن عمي كريبان جاتها بالعين. احنا مأكدين بالعين في سبيل الله في سبيل الله. يا عمي كريبان انا تحرقت عليا ودبت الصحة تاعتي عمي كريبان دابت. الله الله الله. بنتي هذيك بنت خويا ولكن بنتي بغيتك دير لي واحد الطرف من الكبده كيتحرق. بغيتها تكون مصحاب الفردوس يا ربي. بغيتها تسقي الله من النهر ديال الكوثر. يا ربي يا كريم. اللهم امين بنتي. اللهم امين لنا رشيده. عمي كريبان ما شفتش الحالة تاعتنا كيفاش عادت. حاول لينا عمي كريبان الحالة تاعتنا للجاحين. أيه لا لا صعيب 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 بزاف صعيب بزاف. الله يسكم الصبر ديال الأنبياء وديال المرسلين. عمي كريبان ولكن الله يعطينا على الصبر والله يلاقينا معاه في الجنة. يا ربي يا كريم يا ربي يا ربي. يا عمي كريبان بغيت نسولك إلى الناس يتلاقاو في الجنة أنا بغيت نتلاقى معاه. واخا بنتي واخا رشيدة بإذن الله. وعمي كريبان أنا وصيتهم على القبر ديالي تخلوا لي حداها. وما بلغتش لي لا واحد المره ذاك الراجل اللي مقابل المقبره ما وصلتش لي ليه. والمقبره عمي كريبان دايرين فيها الملعب ديال الكوره كبير عني. لا اله الا الله. بقى فيا الحال قلت لهم خلوا لي انا بغيت راسي يكون حدا راسها في المقبره. الله يطول عمرك. وديك السيده اللي وصيت عمي كريبان اللي مقابل راجلها المقبره مشيت لقيت القبره واحد النهار انا عمي كريبان زدت في الصدمه ما نكذبش عليك. أنا بغيت راسي يكون حدا راس ديالها. الأمر لله من قبل ومن بعد. الله يطول عمرك راسي. يا عمي كريبان كون ديك الضربة يا عمي كريبان جات غير فيا أنا وجهي. الله ينجيك الله يحفظك الله ينجيك الله يحفظك. أمر الله تعالى هذا أمر الله أمر الله للرشيدة. قلوبنا معك لا قلوبنا معك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أصعب 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 أنواع الابتلاء هو فقدان الأولاد أو الأحفاد. قد يفقد الإنسان والديه أو أجداده أو أعمامه أو أخواله أو أي واحد من المقربين كيكون ابتلاء شديد. ربي سمى الموت مصيبة. أصابتكم مصيبة الموت لكن المصيبة كتكون مضاعفة لما يكون المفقود هو من الأولاد أو الأحفاد. حقيقة للرشيدة العين حق ويقال بأن النصف ديال الأموات اللي في المقابر جلهم من العين رغم أن
قتل كيف قدر، وبأن كل شيء بقدر الله تعالى، لكن لكل سبب مسبب ولكل علة معلول. فقد ذكر بعض العلماء والصالحون أن من أسباب الوفاة اللي كتجي بغتة، الوفاة البغتة كتكون سكتة قلبية أو كتكون حادثة مميتة، من بين أهم أسبابها العين. وقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث أن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. العين تدخل الرجل القبر، الراجل صحيح فصيح بخير وعلى خير حتى كيدخل القبر، ما كان مريض ما كان دارو حتى حاجة، فقط غير العين. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. الجمل على 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 قوته وضخامته كيدخل لاماغميت، كيدخل ديك الطنجي طنجره ديال الطبخ، يعني هو يؤكل. فما ظنك بالاطفال وبالشباب؟ كنعرفوا بان الاحصائيات تقول بان ارقام الشباب اللي كيموتوا هو رقم مقلق ومخيف، ومعظمهم يموتون بحوادث السير، إما عنده دراجة نارية أو دراجة هوائية، وإما أنه غادي في الطريق فدحسته سيارة أو شاحنة أو غريق في البحر أو غيرها. فهذه الأسباب ديال الشباب عادة كتلقى داك الشاب شكون اللي كتجي فيه؟ كتلقاو في الغالب داك الشاب تيكون هو الزهرة ديال العائلة، كتلقى جمع بين الجمال ديال الصورة ونبل الأخلاق والطيبوبة، وفي بزاف ديال الشمائل، وربما الأنظار متجهة إليه ولا يقولون تبارك الله. كنذكر في 2016 في هذا البرنامج عشت حالات مع أصدقاء لي ضاعوا أولادهم، وبقى نعقل درت حلقة خاصة بهذا الموضوع اللي فقد الفلدة كبده. كنظن هذوك صحابي ثلاثة ولا أربعة اللي وقع لهم، فإذا بالحلقة كلها مرت، كل واحد كيحكي لنا أنه فقد ابنه فقد ابنته، وفي الغالب كتلقاه بقي يلا تخرج، يلا تخرج في الجامعة، يلا خد الدبلوم، يلا غيتوظف، يلا غيدير العرس غيخطب، كيتوفى. حتى أن المسؤولين في الإذاعة قال لي أرجوك غير هذه المواضيع التي تثير الأحزان وتثير الهموم، ولكن هي من جهة أخرى تخفف الألم عن الآخرين. فأسأل الله تعالى أن يتقبل كوثر في وسع رحمته. لأن كوثر دابا الآن بهذه الموتى راه تسمى شهيدة، لأن الشهداء النبي الكريم ذكر منهم مرة خمسة، مرة 12، من بينهم صاحب موت البغتة. هناك الغريق يسمى شهيد، والحريق المحروق يسمى شهيد، والذي سقط من عال مكان مرتفع يسمى شهيد، والمطعون يسمى شهيد، والمرأة عند الوضع تسمى شهيدة، والرجل يقتل دون ماله أو عرضه فهو شهيد، وصاحب موت البغتة شهيد. فإن شاء الله تعالى تكون كوثر شهيدة. وخذوا حلل ونضرب أخمس في أسداس، كتبقى دائما ذلك قدرها ربي عز وجل. يوم أن وضعها نطفة في بطن أمها، ثم علقة، ثم صارت مضغة، ثم كساها الله لحمة، ثم بعث الله إليها ملكين فنفخ فيها الروح، أمرهم بكتابة أجلها ورزقها، وشقية أم سعيدة، كتب ذلك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. هادشي مكتوب في الأزل، ربي كتب لها العمر ديالها غينتهي بالدقيقة والثانية في ذاك التوقيت، وكتب لها كيفية الوفاة، فذلك كله مكتوب. وحنا باعتبارنا مؤمنين من مقتضيات الإيمان أننا نؤمن بالقدر والقضاء خيره وشره، لأن الإيمان هو أركانه ستة، الكل يحفظ الخمسة لكن الستة يغيب على الأذهان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يغفل عنه الكثير من الناس القدر، داك الشيء اللي كتب الله وهداك، ما عندك ما غتقدم، ما عندك ما غتأخر. لالا رشيدة، لو رجعنا بالزمن إلى الوراء وقلنا الكوثر داك النهار اللي توفات، احذري يا كوثر عندك تخرجي، راه كاين حوادث السير، يا كوثر لا تفعلي أي شيء وتبقى جالسة في الدار ديالها، هل تظنين أنها غتبقى حية؟ أبدا، ستموت، لأنه قدر. أذكر من الغرائب والعجائب
عشناها مع بعض الناس، ان واحد الشباب واحد فيهم شرى سياره وعنده اصدقاء ديالو متهورين وديما كيخرجوا بها وكيديروا واحد السرعه مفرطه. واحد منهم قالت ليه الام ديالو: اولدي هرضة السخط، ما تمشيش تسافر مع صحابك هذا الويكاند، راك يسافروا وفي الطريق كيدير واحد السرعه مذهله، الله يحفظ. قالت يا ولدي جلس ما تسافر معاهم، هرضها السخط، راه قلبي كيحدثني ونفسي ضيقه عليا. والابن جاد لمو، ولكن الام ضغطت عليه ما مشاش مع صحابه داك السفر داك السبت والاحد. في منتصف الليل جا الخبر ولاد الجيران بان دوك الشباب اللي مشاو بعضياتهم في السياره راه دارت حادثه مميته وماتوا جميعا. العائله ديالهم كيبكيو، الام اللي كتنصح ولدها فرحات قالت الحمد لله ولدي ما مشاش معاهم، ولدي بقى الحمد لله في الدار. مشات باش تفيقوا، من اللي كتحاول توقظه لقاته بانه شبعان موت، ان الوفاه ادركته في سريره. لماذا؟ لان ربي كان مقدرا بانه سوف يموت ذلك الاجل. راه كل واحد منا الله تعالى دار لي اجله، لكل اجل كتاب، وكل نفس ذائقة الموت، لكن الله من رحمته الواسعة أخفاها عنا. لو أعلمنا متى سوف نموت وأين سوف نموت وكيف سوف نموت ما أكلنا طعام ولا شراب ولا جمع زوج زوجته ولا بنى ولا عمر ولا فعل. إنه من رحمة الله الواسعة. فللي رشيدة الله يطول عمرك ما تقول لهم ابني لي قبري حدا قبرها، علاش كل عالم في غادي يموت؟ يا ناس كي بداو قبور وقالوا لنا غنعس، واحد مليونير معروف في لبنان قال لنا غندير القبر ديالي هنا وزينه وفخمه وقال لنا غنمد فدوني هنايا، مليونير معروف كبير. وحينما جاءت الوفاة جاته كان كيتسارى في سياحة في هليكوبتر، كان في البحر الأبيض المتوسط وغادي مع واحد طاقم، فإذا بالطائرة تنفجر وغتوقع في أعماق البحر، وغادي يجيو المنقذين وغادي يلقاو جميع لي بيس دي تاشي ديال الطائرة، وغادي يلقاو جميع الركاب إلا هو، هو الوحيد لم يعثروا عليه، مع أنه المقصود بذاته مليونير كبير بحثوا عنه، كان يظن أنه سوف يدفن في ذلك القبر اللي بناه، لكن ربي دار لي قبر آخر في أعماق البحار ربما في جوف الأسماك، لا أحد يدري أين يموت وكيف يموت. وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنؤمن بالله ونستسلم لقدر الله. ربي هذه البنية هو عطاها لنا، هو خاضها. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون. هكذا علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا فقدنا حبيبا أو قريبا. فقد فقد سيدنا النبي ابنه إبراهيم عليه السلام وكان صبيا وحزن حزن عميقا، وبكى سيدنا النبي وابتلت لحيته بالدموع، وقال للصحابة: يا رسول الله أتبكي؟ فقال: أي نعم أبكي، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فعلا الحزن غادي قوي قوي فوق الانسان، فوق الطاقه ديالو، لكن الانسان اذا صبر بالله، وما صبرك الا بالله. كيف نتصبر بالله؟ نتصبر بان الله تعالى وعدنا بانه سوف يجمعنا جميعا في الدار الاخره. الميت ملي كيموت وكيمشي للدار الاخره راه كنقولوا في الدعاء: اللهم بدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. راك يمشي لعالم البرزخ كيلقى من سبقه بالإيمان من العائلة والأحباب، الأجداد والأعمام والأخوال والأحبة اللي سبقوا بالإيمان كيكونوا في انتظاره ويستقبلونه. ولكن الميت ليس له إلا ليلة واحدة، فقط ليلة واحدة، الليلة الأولى لما يدفن في قبره، هذيك هي الليلة الوحيدة اللي كيشعر بأنه ميت، لأنه يستشعر بأنه قد خرج من دار الفناء إلى دار البقاء. هذا عالم غريب، ليلة واحدة فقط دي الغربة. بعدها الله تعالى يأمر فيوقف الزمن، يتوقف الزمن، الزمن واقف ستوب. نحن الأحياء الزمن عندنا يسير،
لكن الأموات يتوقف عندهم الزمن كما توقف لأهل الكهف، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. الزمن كان حولهم يمر، الشمس والقمر تدوران والأيام تجري، لكن بالنسبة إليهم في كهفهم كان الزمن واقفا. هكذا يقع للأموات، الميت يشعر فقط بالليلة الأولى كشعر بأنه انتقل إلى عالم آخر، ترك العائلة والأحباب ووجد في استقباله عائلة أخرى وأحباب آخرين، ثم ينتظر قيام الساعة. فلما يسأل كم لبثتم يقول لك لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. البشرى هو أن الله سبحانه وتعالى سوف يلاقي الجميع، غيلتقي الأحياء والأموات، غيلتقيوا، وكأن غير مجرد حلم مزعج. هذا الفراق اللي فيه البكاء وفيه النحيب راه كأنه مجرد حلم مزعج، شفتي واحد الكوشمار، ثم غتفيق تلقى بأنك راه الحمد لله كل شيء حي، كل شيء زين، كل شيء مجموع. هكذا غيقع في الآخرة. يجمع الله الأولين والآخرين، ويجمع الله الآباء بالأبناء، والأزواج بالزوجات، والإخوة بالإخوة، وكيجمع كل شيء. وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يجتمع الجميع وكيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كيقول الحمد لله ربي أرد رد علينا أرواحنا وألبسنا أجساد أخرى لا تهرم ولا تمرض ولا تبيد، وكيكون حياة طيبة مباركة. فالحياة هكذا ربي قسم لنا، نرضى بما قسم. داكشي اللي كتبوا الله تعالى كنقولوا حمدناك يا ربنا وشكرناك، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. وأسأل الله تعالى أن يجعل كوثر شهيدة في الإسلام، وأن يجعل قبرها نورا وضياء، وأن يجعلها يوم القيامة عروسة، خصوصا لمن تعزاب راه كيتسمى زفاف أهل الجنة. الله تعالى ينظم زفاف لكل من مات عازبا، فيقام الزفاف ويدعى إليه الأهل والأحباب ويشرف عليه المولى عز وجل. هناك نعيم ينتظر عباد الله المؤمنين. فالدنيا قصيرة وكلنا مودعين، لكن بعض الصالحين كتلقى كاتب وصيته يضعها تحت وسادته وجامع الحقيبة وكيتسنى إمتى، كيقول ولكن قبل أن أودع علي أن أعيش الدنيا طولا وعرضا، علي أن أعبد الله على قدر ما أستطيع، وأن أعمل صالحا حتى إذا جاءتني الوفاة غنمشي عند الله تعالى عن طواعية بلا جدال ولا بكاء ولا حزن، لأن سفر إلى الله. وكذو بعض الصالحين إذا جاءتهم الموت أو ذكر عندهم الموت يفرحون، كيقول لك ما هو الموت؟ انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء. غادي تخرج من الدائرة غادخل عوالم غريبة، فترى الله رأي العين، وترى الأنبياء والمرسلين، وترى الجنة والنار، وترى الوجود الآخر، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيتمنى لقاء الله، لكن يقول يا رب ما حد في الدنيا، بغيت نعمل صالحة، بغيت ندير حسنات، بغيت ندير نكون من المتقين حتى تلقى الله تعالى وعنك راضين. فأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يرزقكم يا رشيدة الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.